ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. يعني يا فندم، بعد التحية، في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، كيف ترى تحرير سيناء ما بين الحرب والسلام؟ أولا كل سنة وكل المصريين بخير وسعادة، وفي مصر دائما إن شاء الله. الحقيقة مصر حققت الهدف النهائي للدولة، وهو استرداد سيناء بالكامل باستخدام مزج محترف بين القوى الصلبة والاستخدام المحترف للقوات المسلحة والقوى الناعمة اللي هي المفاوضات بعد ذلك، وهو ما يسمى حاليا بالقوى الذكية، وده بيعتبر من أحدث المفاهيم في استخدام القوة في العالم. لكن من الأمانة إن أنا أنسب المفهوم للرئيس السادات اللي طبقه باحتراف، وللمصريين اللي وقفوا خلفه في الحرب والسلام. دي الحقيقة إحنا أصحاب هذا المفهوم وأصحاب هذا التطبيق من السبعينات، فأنا برد المفهوم إلى أصله والفضل إلى أصحابه، والفضل الأكبر لله سبحانه وتعالى اللي وفقنا لذلك. المصريين على مر العصور قادرين على مواجهة أي تحديات وتهديدات، وده اللي شفناه على مر السنين. محدش قدر يقسمنا لأرض ولا شعب، وقدرنا نتغلب على كل التهديدات والتحديات. يعني كمان في ذكرى العاشر من رمضان، الرئيس السيسي التقى بقادة القوات المسلحة وأثنى على دورهم، وأيضا أثنى على دور رجال الشرطة في مكافحة الإرهاب. إلى أي مدى ترى أن الدولة حققت نجاحا في محاربة الإرهاب، وأيضا بالتزامن مع فتح الباب لتنمية شاملة في سيناء؟ التحديات والتهديدات بتتغير بتغير الزمن، دي نقطة مهمة لازم نفهمها، ولكن مصر استوعبت التغير في شكل التهديدات وعلى رأسها الإرهاب، واستوعبوا جدا القوات المسلحة والشرطة، واعتمد الموقف المصري الحقيقة في المواجهة على 4 ركائز رئيسية: إرادة الشعب المصري القوية اللي بتعتبر ظهير قوي للقيادة المصرية، وأيضا قيادة مصرية تمتلك التقديرات الاستراتيجية الصحيحة وقرارها جريء ما بيشوفش غير المصلحة المصرية. النقطة الثالثة الوضع القانوني الصحيح، ودي نقطة مهمة جدا في مواجهة الإرهاب، احنا دولة محترمة. النقطة الرابعة قوات مسلحة محترفة وقادرة على الحسم بالتعاون مع الشرطة المصرية. الركائز الأربعة دول كانوا أساس قوي جدا تغلبنا بيه على الإرهاب، وكان ده برضو أساس قوي جدا للتنمية في سيناء كلها وأيضا في كامل ربوع مصر. طيب، أيضا الرئيس تطرق إلى ملفات تتعلق بالأمن القومي المصري، وأيضا أكد استعداد القاهرة لمساعدة ليبيا على الأصعدة كافة. أهمية ذلك باعتبار ليبيا الشقيق امتداد للأمن القومي المصري. طبعا هي ليبيا بتقع في نطاق الأمن المباشر لمصر، ومصر ساعدت ليبيا بتحديد خط سرت الجفرة في مواجهة الإرهاب. هذا الخط اللي يعتبر خط أحمر ما قدرش الإرهاب أيا كان شكله أو مين اللي بيدعمه أنه يخترقه، وده كان أساس مهم لمواجهة الإرهاب في ليبيا. ساعدتها أيضا في المحافل الدولية، ويمكن على سبيل المثال للحصر مؤتمر برلين. ساعدتها في تقوية مؤسسات الدولة، ودي نقطة مهمة، وده اللي شفناه في زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء في العاصمة الليبية طرابلس. أهم ما يميز المساعدة المصرية إلى ليبيا والكل الأشقاء أنها ليست لها أطماع في ثروات، ولا تتدخل لصالح طرف على حساب طرف، فالدور المصري نزيه وشريف، وبالتالي هو مرحب به ومقبول من الدول المحترمة. بالفعل، وأيضا ليه أثاره في الداخل العمق المصري من الأمن القومي. أنا بشكرك شكرا جزيلا اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.